رسالة بقى حضرتك توجهها لكل زوج بيحلف طلاق كتير. رسالة مهمة جدا، أيها الزوج لا تكثر من الحلف بالطلاق، رقم واحد، لأنه من يحلف بشيء فإنما يعظمه، ونحن لا نعظم إلا الله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله. رقم اثنين، أيها الزوج لا تحلف بالطلاق، لأن حلف الطلاق حلف الفساق، فدليل على أن الإنسان فاسق أو عاص لله عز وجل من يكثر الحلف بالطلاق. رقم ثلاثة، الذي يكثر من الحلف بالطلاق ملعون، يعني مطرود من رحمة الله عز وجل، فإن كنت تحلف فاحلف بالله ولا تحلف إلا بالشيء العظيم. أيضا الحلف بالطلاق أنت تتلاعب بعرض زوجتك، وأنت تجعل أسرتك في مهب الريح، لما هذا؟ انأ بأسرتك عن ذلك وابتعد بها، وإن كنت حالفا فليكن بالله وحده.